بشكركم وحييكم معنا في حلقة جديدة على قناتكم الفضائية شادة تي في التوب بي. وفي هذه الحلقة غادي يكون معنا مراد متوكل. نقبل نرحبوا كاملين صابغينا سمعتها الولاد اللي غوتوا صابغينا اسمعوش معنا الدراري هنا البنات معنا تاوما اسمعوش كلها غير صفق كتر على صابغينا الدراري البنات سمعت واحد الصوت ديال واحد الدري مع البنات ومع الولاد تخلطات الدعوة صافا كيدير مرحبا بك أحبك الخير جيتينا من الرباط ولا جيتينا من أبو ظبي؟ لا جيتك من الرباط دابا جيتي من الرباط من الرباط حنا فرحانين صابغينا نيد حمو هذا هو الاسم العائلي شغلتي أن اسم أمازيغي دونك أنت الأصول ديالك أمازيغية أصولي أمازيغية أول حاجة أنا سعيدة بتواجدي معك في البرنامج اللي عنده شعبية كبيرة في المغرب كوت بي تونايت ميرسي بوكو طبعا انا من اصول امازيغيه خلقت في الرباط وعشت في الرباط ودابا كنعيش بين ابو ظبي والمغرب كتعيش بين ابو ظبي والمغرب ولكن دابا انا في المغرب في ليبيا بينات المهم تختار مصر ليبيا تونس ليبيتي انت واش مشيتي صغيره لابو ظبي ولا مشيتي للبنان في الاول لا مشيت للبنان في الاول مره مشيت للبنان مشيتي للبنان حنا غنوصلوا لهاد القضيه هاد المرحله ديال لبنان مي شي حوايج دابا اللي ما باينينش فيك وتا الجمهور ما غاديش يشوفهم فيك اللي كيشوف فيك دابا انك تكويريا كتلعبي كوره كتكلم كترجعي الضرب جلخه بحوايج الغيس كيفاش عرفتي؟ وهادشي اللي تعرف عرفتي ملي كنت صغيره كنت كنلعب كره عرفتي ملي كنلعب كره كتدخل ديما هاد البلاصه هادي وعندك هنا اللي ملي كنت صغيره كنت كنحماق على الكره كنت كنهرب يعني كنمشي من السيكتور ديالنا لبلاصه اخرى باش نلعب مع الدراري تقيت مع كنت مع فريق ديال البنات ديك الساعه كانت البطوله النسويه باقا البطوله النسويه كانت وقفت واحد المرحله ورجعت عاوتاني بلا خبر الدار واحد النهار قلت لهم انا عندي ماتش نمشي لعب صاب لهم غير شي تفليه هادشي في الرباط كنتي كتلعبي في الرباط كنت مع في الرباط كنت كنلعب من الفريق كان بن سليمان متاكده ماشي الجولف كره لا كره صاحبي كره لا سولت لا كره صافي هي هذيك مشات باقي كنعقل مشات معايا اختي واختي الاخرى وراجلها الاساس انه يشوفوا غير ماتش عادي ساعه لقاو الجمهور وداك الشيء والثاني ورقمي سبعه ولا حاجه شي سبعه الي دروا دونك هي فرفاره انت انا كنطير كنطير في كلشي ولا في لا في الكره باش نبقاو في الكره وما كملتيش كره حبستي شنو لعبتي مع الفريق الاول ولا بقيتي كتلعبي في فئه الصغرى غير الصغار مي عاشق الكره باقي كنعشقها كنتبع الكره كان جادور شحال بيت ماركيتي في الكارير ديال الكره ديالك معقل صراحه بزاف راه كنت واعره كنتي وكان شي تيران ولا شي حاجه تقول لي حيدي من الغنى انت لعبي كره بافو بافو زين ماركيتي بزاف وفي الحياه ماركيتي بيوت ولا ماركيتي بيوت في الحياه سؤال عميق شويه الحمد لله ماركيتي شنو هو البيوت اللي ماركيتي في حياتك احسن بيوت ماركيتي في حياتك احسن بيت في حياتي انه ماركيت رضيت الوالدين احسن بيت في حياتي الحمد لله بان ليا اللي صفقوا عليك غير اللي مرضي الوالدين الاخرين لا الصوت الاخر اللي كان ما صفقش ما صفقش هذوك ماشي مرضي الوالدين بان ليا هذوك وشنو هو الكره اللي تزقلات لك في حياتك؟ عرفتي ملي كتضرب كره كتضرب مع برا كتضرب برا وكترجع محاديه يمكن دخولي للفن كان شويه معطل ماشي صعيب مي معطل بحكم الظروف اللي كنت عشت فيها ومهم هو تزقل البيت ولكن درنا اشواط اضافيه غادي نهضروا على هاد الظروف ولكن علاش تعطلتي باش دخلتي للفن واش عاش من بعد الوغ بورتون كنت كنعرفك بانك انت هي المغنيه ديال المدرسه وكنت من الصغر ديالك وانت تعز عليك الفن والغنى وعلاش دخلتي معطله للميدان الفني؟ ما كانتش الوالدين ديالي لي بارون ديالي ما كانوش كانوا ضد الفكره كانوا مع الكره لا كانوا مع القرايه كانوا مع القرايه كانوا انه هما متذوقين الفن عزيز عليهم الفن وداك الشيء مي طلع فنانه من عندهم شويه صعيبه بحكم انا محافظين عائله محافظه ما شويه مي دونك ومني عرفوك بانك بغيتي تمشي للميدان الفني شنو قالوا لك؟
انا بديت يعني كنغني وبعد ما توفى الوالدين ديالي دونك ما قدرتش ندير شي حاجه اللي هما ما كيبغيوهاش في الحياه ديالهم دونك ما قدرتيش ما قدرتش مي دابا اليوم خديتي راحتك خديت راحتي وخديت يعني الاولويه باش غندير هذه الحاجه لانه كنبغيها من صغري كنبغي الفن قريت الفن قريت يعني الموسيقى دونك شي حاجه كنبغيها فريمون كنعشقها كنحبها امتى بديتي بالضبط ديال نقولوا بانك دخلتي الميدان الفني زعما كمحترفه كمحترفه شوف انا فاش مشيت للبنان اكتشفت من طرف متعهد فنانين معروف اللي كيدير مهرجانات بعلبك بيت الدين الفنانه العظيمه فيروز مجد الرومي هاد هو متعهد حفلات كبير اكتشفني اول عرس ليا تقريبا اول ظهوري في يعني في على خشبه المسرح كانت في عرس في بيروت انا اول عرس كانت جيع من الزوج ديالي انا اول عرس كان فواحد السطح في المعارف كان في الدار البيضاء شوف انا حضرت العرسات المغرب هكا حضرت بالسلوكه ولا لاصق فيهم ميكرو البوديزات حضرت ولكن طيابه ولي داك الشيء بعدا الطياب داك الشيء جديد ما نقول لكش كان داك الشيء كما بقاش هذا الشيء هذا ما بقاش العرسات شوف العرسات المغربيه حاجه زوينه يعني والدليل انه الناس في الخليج باغ اكزومبل ولا حتى في المشرق ولاو كيقلدوا العرس المغربي كما هو العماريه طيفار دابا صبرينا العرس مزيان وكيما بعد العرس واش تيبقى مزيان ولا ما تيبقاش مزيان كيبقى مزيان علاش لا كلشي فرحان الناس كيجيو يفرحوا المهم على حسب النيه ديال العريس والعروس داتو داها ومن بعد ملي كيبقاو بجوج على حسب النيه ديال العريس والعروس شويه ثاني يكملوا ولا شي واحد عنده تجربه انا راه كيضحك سول مجرب لا تسول الطبيب سول مجرد لا تسول محمد رضا يلا غادي نهضروا بشي بيو على قبل ما نهضروا على الاغنيه ديالك الجديده لان اليوم دونك سبب الحضور ديالك هي الاغنيه اللي سميتها غريبه واللي واحد المقطع كبير فيها كتعاودي فيها واحد القصه اللي عشتها شي غادي نهضروا عليها من قبل غنمشيو نشوفوا بعض المقاطع من سهرات ديالك ومن المقاطع الغنائيه ديالك اوكي اكره القلب شلون سر الحياه مو بالماي نسر حياه عيونا سر الحياه عيونا في عرسات ماشي ديال المغرب شفناك في عرسات ديال الخليج عرسات اللي كيجوني انا كنشوف بعض المرات دي ستوري ولا دي فيديو ديال العرسات بحال هكا في الخليج كيبان لي الفنان بوحدو بحال ما كاين حتى واحد عرفتي بوحدو داك الشيء ومره ريدو جوستومون الفرقه ما كتبانش ديال الموسيقى عرفتي علاش دخل عيالات غير نسى واش من العرسات غير ديال غير نسى وحتى الفرقه ما غير نسى انا نسى ما نمشيش ما تمشيش نسى اوكي نسى غير النساء للنساء فقط حتى الفرقه كيكونوا رجال كيكونوا في الكواليس ما تيبانوش كتهضر معاهم غير في الروتور ولا كاين مايك كتهضر معاهم الا غتطلب شي اغنيه تغنيها ودابا دابا كانوا دابا بحال دابا العرسات تيكون فيهم كلتي غير النساء بغاو يجيبوا ماجد المهندس ولا ما يمكنش يغني كيغني اللور ما تيبانش ما كيبانش والله سا ديبون البريستيج كله كيتضرب في الزيرو البريستيج كامل كيتضرب في الزيرو اللور شريف راه اللور لا لا اللور ما يمكنش دونك الا جا عندي انا شي فنان من تما اجي مورا ليكرو مورا ليكرو ما تجيش حدايا ما يكذبش عليك يقول لك راه لا لا قولي لا البريستيج كيجيو هنا عاد كيقول لك لا حنا شتي دابا انا عطيت واحد المعلومه ولكن شويه لما لا بارابور لهنا بيان سور غنبقاو اللورد انا نمشي دابا نمشي دابا كان معنا كنمشي دابا مورا ليه ما كاينش مشكل هذا كيكون شحال تقريبا تقريبا ماشي انت مي عامه تقريبا بين وبين يعني ممكن العرس كيبدا من 10 المليون حتى الفوق الفوق ممكن يوصل حتى ل 150 مليون شحال كاينين فنانين كياخذوا 300 مليون 400 مليون شحال تغني الوقت ممكن يغني ساعتين
كاين فنانين كبار في العالم العربي كياخذوا هاد المبالغ هادي وعندو فهمتي عندو العام كامل عامر على الاساس هادشي ابار الا كانت شي حفلات خاصه وهكا لا تبارك الله كيديروا فلوس ماشي انا ماشي انا فهمتوا راكم فهمتوا انت علاش قلتي ماشي انا علاش تبارك لا زعما باقي ما وصلتش داك النيفو ديال غناخد الى النيفو وصلتي 400 مليون بينو بين؟ بين 10 و 400؟ لا لا ما كاينش بين 10 و 400 بين 10 و 20؟ المهم تقريبا صافا 15 ما كاين باس ما كاين شي واحد كاين لي دابا الو اها خليك معايا خص الفيزا ياك باش في الامارات الو وي خويا بولماني كده سيونس بخير شي مزيان اه بون بلاش اقامه ذهبيه كي كيديروا لها صافي دابا نتقاد عليك صافي بايونس مرحبا كنت ما بغيتي كنت ما بغيتي كاين الفنانين اللي ما كرهوش تما يمشيو تما ويتنفعوا تما راه كاين فنانين شباب اللي حنا كندعموهم باش ان شاء الله تما يوصلوا لهذه القضيه ديال 400 مليون في ساعتين المكانه غنرحبوا كاملين واحد الفنان اللي انا كنشجعو شخصيا وما كرهتش حتى انت تشوفي النيفو ديالو وتقول لي واش يقدر يمشي تما ولا لا رحبوا كاملين بكبايلة السلام عليكم اش حدا مساليت اش حدا قربي صافا بخير الحمد لله كي يا اخي تبارك صافرين بخير لاباس عليك صافا خير لاباس عليك الله يحفظك صافرين صافرين مالك شنو هذا صافا صافا الحمد لله شوية كلشي مزيان صافا ما كفاش عينيك هنا هذاك الشيء ضربك شي واحد المدام المدام جي قبل ما نجي هنا فرشخاتني علاش؟ حكرات عليا عرفتك جاي عند صابرينا قلت جاي عند صابرينا هادشي علاش انا جيت اليوم نشكي عليكم سمحوا لي حيت البرنامج ديما كيدعمني ولكن اليوم اختاريت انني نوصل الرساله ديالي العنف ضد الرجال العنف ضد الرجال شو عيني شو عيني فرشخاتني شو السبب زعما ديال هذا الضرب السبب الخيانه عادي خنتي عادي ضربتك عادي تايا فرشخاتني حضرتني في التليفون كان ديما واحد الصديقه زعما عاديه جدا ما كان بيناتكم والو ما كان بيناتنا والو شو كنعكسوا ديري هو كنا كنديروا كنبداو ابل فيديو انا كنهضر ابل فيديو انا والصديقه ديالي وكنتوا عادي كنا عادي بخير يا زميلتو ربنا خلقت انا هي ما تقبلاتش هي هادشي ما فهمتش انا شي حاجه عادي لا تقبلوا صراحه بطبيعه الحال غير ابل فيديو تقبلي الصداقه ما عندك عين ما كان عندي هذاك ما صبرنا صبري لا تقدم لنا اليوم اطر شنو الأغنية اللي تقدم لنا سي كبايلة؟ إطار يعني كتعرف يعني كفنان يعني مشهور لا إن شاء الله لا مازال ما وصلتيش هذا كفنان أوكي وي وي مشهور تي هضرة أخرى بغيت كفنان مازال ما وصلتيش لها مازال ما وصلتش فنان كمبتدئ أها شنو الحاجة اللي بغيت تقدم لنا؟ يعني سمع دابا الحوار ديالكم كتقول 400 مليون 20 مليون تقريبا أنا عطونا 1000 درهم شحال 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 دورت تما في برج العرب ورجعت شحال نعم أخويا عماد حنا كنغنيو معاكم هنا فاك دابا هذيك هذا راه شي 4 سنين دابا وانتهى شحال كتعطيوني لا لا شحال كتعطيني انت هذا ميساج هذا تقدر تدخل مع الكاميرا وتوصل الميساج ديالك وتعرف بان اخر حلقه ديالك تفضل انا هو اللي كندير كافيلا شحال كتعطيوني دابا انا بغيت نعرف انا صافي نقدر بشنو هي نقدر نقدر نصور البرنامج هذا الاغنيه ديالكم تما تما داكور الاغنيه تما ضحكوا وكانت كلشي كريديات انا مالك تما ضحكوا لا حيت السوجي اللي هضرتي عليه يمكن لهم شي صفقوا منكم يضحكوا حيت فهمتي فهمتي انت اللي هضرتي عليه شي خطير الا صفقوا كيدعموا الا دعموا ان شاء الله دونك هاك الميكرو ديالك وسير تغني وبسلامه الاغنيه العنف ضد الرجال العنف ضد الرجال تفضل 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 زرق لي العين ضربني ولا يبالي كيخاف
عيني شكون في حالي حبيبي زرق لي العين ضربني ولا يبالي وحنا يا مع صغرين بغيني شكون في حالي حبيبي 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 زرق لي العين 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 ضربني ولا يبالي حصلتني في تليفون كان خونا الله يممتي الله قفرتها أكبر بنية في الكون أنا شفتها الله عليها الله على إيدها هزات الطفايا وهرسات المرايا جيران اللي حدايا عرفوا شوتي أنايا فرشخني حبيبي 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 زرق لي العين 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 ضربني ولا يبالي برافو برافو عجباتك الصوت زوين ديني معاك للخليج كلمات خصك تعرف فيهم النظر حيت الا غنيتهم تما غيزيدوا يضربوا تقدر تطلق هذا تقدر تطلق هذا ماشي مشكل نقدر نطلق هذا مباشر لا حيت غتلقى هي ديجا طلقاتك تفضل بغيتي خذ راحتك نطلق انت طالق انت طالق هذا شنو هذا الخاتم هذا هو الخاتم انت طالق انت طالق هي كيقولها كيوجد راسه كيفاش نقولها بالخليجيه شلون فيكج شلون انت تحط شعرها انت تحط شعرها زيد هي كيكياتي انت تكلم خليجي لا والله تكلم خليجي تكلم خليجي باكي يسمح لي اريد الله يسامحني شوف واش خليجي سير الله يعاونك ما باش ليا سامع عليك تبارك الله كمايلا فنانه شباب اللي كندعموهم تبارك الله عليك الله يحفظك نمشيو نهضروا على غريبه اغنيه اللي سميتها غريبه وفيها واحد القصه واقعيه اللي وقع لك هي قصه حزينه نقولوا أليمة ولكن تبارك الله عليك لان قدرتي تغني الاغنيه ومازال مبتسمه شنو وقع الاغنيه اول ما سمعتها اثرت فيا بزاف لانه فيها شي حاجه من الحياه ديالي كما قلت لك انا فقدت الوالد ديالي اول شيء مامير من بعد الوالد تقريبا 20 عام كنت صغيره هادي 20 سنه 20 سنه ومامير غادي تقريبا شي 4 سنين الله يرحمهم ومن بعدها توفى الزوج ديالي دونك الى عام الزوج ديالك توفى هادي 3 عام تقريبا 3 سنين كيفاش هادشي هاد سورتو الدقه ديال الوالده ومع الزوج لانهما اللي قراب صعيبه شويه صعيبه صعيبه ولكن الضربه اللي ما كتوقعكش يعني اللي ما كتدمركش كتقويك الحمد لله بالصبر ربي كيعطيك واحد القوه سبحان الله العظيم وبالدعم ديال لا فامي الخوت شو سبب الوفاه اكسيدون اكسيدون كيفاش تلقيتي الخبر في هذيك الوقيته واخا ما بغيتش نضرب هادشي مي ضروري خصني ما نقدرش ابل تليفوني ابل فيديو حيت كنت في المغرب ابل فيديو باردون ابل ديال التليفون حيت انا كنت في المغرب دونك عيطي له ما جاوبش ولا ما جاوبش ما قلتش يعني غتكون شي حاجه خايبه مي تلقيت الخبر يعني ثاني يوم تقريبا في الصباح الله يرحمه الله يرحمه الوغ في الاغنيه كتعاودي كتجسدي شويه هذا شويه لانه الفيديو كليب اول حاجه صورناه في مدينه افرين والقصه تقريبا فيها الزوج والبنت انه خرجوا ما رجعوش هكا كاين شي وليدات؟ نو ما كاينش وليدات دونك هي في هذه الاغنيه دونك كتعاودي بان القصه اللي وقعت لك مع الزوج تقريبا تقريبا كيفاش عشتي الاغنيه في الاستوديو ملي كنتي كتغني؟ اصلا الاغنيه اول ما سمعتها بكيت
أول ما سمعتها ما ترددتش. في نفس الوقت هدرت مع الكاتب كان وجه له تحية اللي هو محمد أمين باجا، واللحن حتى هو شدني، اللحن الغزالة الزوينة نسرين بوغيدا، توزيع كان لحمزة الغازي. هدرت معاه قلت له الأغنية ديالي، قال لي صابرين يعني انت غتدخلي السوق المغربي وهذا أول مرة حد ديجا عندي أغاني في الخليج، ديري شي حاجة اللي هي زعما أكتيف زعما نشاط. قلت له لا أنا هادي اللي بغيت، وهي الأغنية اللي غنكتشفوا دابا معاكم سميتها أغنية غريبة تحت التصفيقات ديالكم. تفضلي صابرين. شحال دات واش غير انا اللي بكات، واش غير انا بدات اللي دات كامل اللي مشى ميولي، امنت بيها من اللي غاب عليا ضلي، عاد فهم شنو المقصود. كل شي فيها مصدوم، أرواح الناس مشية غريبة غريبة غريبة، الدنيا غريبة لا جل فيها مصدوم وكيد الموت بني فيها. حسيتي براسك غريبة في الأغنية؟ مغرباش عند الجمهور دابا، لأن الأغنية راها على القناة ديالك يوتيوب صابرينا نيد. صابرينا اي دي ان دو زي دي جوج ديال لي اي، علاش ما درتش لقيتها كاينة؟ غلطة؟ نو ماشي غلطة، أنا هكاك تعمدت تكون جوج ديال لي دي معقدة شوية باش تعقد الأمور. لا بالعكس معكسة، لا والو دو زي ما تلقاونيش. تبارك الله عليك أغنية زوينة دايوغ، نتمنى انها يكون عندها واحد النجاح كبير ان شاء الله. اخيرا عندك واحد الاسئله غابيدمون، من هاد السميات هادو شكون اللي قريب لك بزاف؟ اسماء الزرق، جميله البداوي، هند سداسي، يسرى ساعوف، ولا ايهاب امير؟ ما نقدرش نفضل وحده على الاخرى حيت كلهم قريب لك، حيت هادو كلهم صحاب، كلهم صحاباتي. ولكن ايهاب امير ماشي صاحبتك، صاحبك. كان موجه تحيه ايهاب، فنان كبير انا كيعجبني بزاف.
ما البنات كلهم صحاباتي كلهم يعني 10 ديال عمر سنين داكم مجمعين تما كتجمعوا تما ديما والله ما كنتلاقاوش بزاف حيت كل وحده والخدمه ديالها مي ملي كنتلاقاو راه كنجمعوا هكا راه كتقولي بان اللي ما كيعجبكش في الميدان هو كاين المحسوبيه بزاف الميدان الفني بزاف فين هادشي هو بارتو فين ما مشيتي ما نكذبوا لانه عارف وداكشي بيان سور واش بلاتي فكرتي رد لك الصرف ديالك بعدا ديال الصرف ديال واحد كنتي عطيتي لا ماشي الصرف ديالك لا ماشي ماشي هكا كثر لا الصرف لا لا كثر لا هذا غير الصرف ديال لا واش الشيء الاخر خديتيه المحسوبيه مزيانه مره مزيانه تبارك الله يسخو بزاف على صابرينا بيدي كتمانا شكرا بزاف اللي كنتي معنا الحلقه دازت بواحد السرعه شكرا لك بزاف وانا كنحترمك عماد وكنحترم البرنامج ديالك وشي حاجه كبيره في السي في ديالي تزدت عليا والله سان في بليزير وانا قلتها لك في الراديو وانا عم نقولها لك انا كنت فايل بشي حاجه سميتها شي حاجه سميتها شاده تبارك الله عليك ميرسي بوكو حنا نتفايلوا بالاغنيه ديالك ونتفايلوا بك الفنانه اللي غتولي ان شاء الله عندك اسم كبير في الخليج ولا في المغرب العربي شكرا بزاف بقى معنا دائما على شهاده تي في دابا اقل من 3 ديال الدقائق غادي يكون معنا مراد متوكل شكرا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده على قناه الفضائيه شهاده تي في في الكوبي بزاف على دي جي حكام اللي معنا اليوم ودابا غادي نرصع بزاف مراد متوكل صافا صافا لاباس كلشي لاباس انا فرحان اللي جايب صاحبي معايا اليوم بارك الله فيك بليزير بارطاجي شحال حنا كنتعرفوا صافي تري 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 لونتون من يلاه بديتي تي بروجي في الراديو شحال هادي شحال هادي صافي تري تري لونتون لا فيريتي تقال بزاف ديال الوقت و اللي عجبني فيك وانا سا سان تيمونياج اي تا بيرسبيكاسيتي حيت تقتي في داكشي اللي بغيتي دير والحمد لله خصني نقلبها في جوجل خصك تعاود جوج مرات بلاتي اسمح لي بيرسبيكاس بيرسبيكاس بير سي ولا بيس زيد تقلب عليها من بعد بيرسبيك واخا نتو كيفاش عجبني الحال صديق داكشي اللي كنتي قلتي لي في هذاك الوقت بقيتي الحمد لله حتى درتي القصه باش يعرفوا الناس بيتيت و مراد ماشي كبر مني بزاف ماشي بزاف ومراد انا واحد الوقيته كان هو كيجي تدخل البنكه فين كتخدم الوالده اكزاكتومون ياك كنت باقي صغير اكزاكتومون وهي هضرت معاك وقالت لك راه عندي واحد ولدي عزيز عليه اكزاكتومون صح وانا ما عقلتش باقي صغير لا هي هذه سي سا ليستوار اون فيت قالت لي راه عندي ولدي مولوع بهادشي ديال لا راديو ديال هذا قلت لها ça me plairait bien de le voir de le rencontrer pourquoi pas de l'encourager هي هذه من بعد مشيت عندك البيرو اللي كان عندك في داك الوقت في عبد المؤمن وي وباقي تنقل على واحد لامير دو بار كنتي مصورها في اي وي واحد لامير دو بار وهضرنا وكنتي ديك الساعه aussi tu des précurseurs parce que و تيرا في 97 98 البارح اش 98 تبقى تكبر فينا عاوتاني لا شي 22 عام تقريبا اكزاكت لا صافي وكنتي بحال هكا ما تبدلتيش لا ما تبدلتش كونجلي انا وانا لا مي الحمد لله زعما سانسيرمون سيتي سي بيان وتبعتك والحمد لله سام في بليزير هذاك سي سكو جو دي توجور على هذا لو ميتي هذا خص ميتي اللي كانت تكون عندك لا باسيون لا باسيون نا با دو بري الا عندك لا باسيون ولا ديتيرميناسيون تتمشي تتوصل المسائل ديالك ميرسي ميرسي بوكو ميرسي 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 انكوراج ميرسي الله يحفظك الوغ انت تزاديتي في 1962 في محمديه اكزاكتومون ولكن اللي ما فهمتش كيف كنشوفك دابا قالوا لي بانك انت قبيح ملي كنتي صغير الفوضى شي قبيح مشاغب مشاغب وي قبيح لا جيتي مشاغب شويه المهم كوم تو لي زونفون لا 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 انا لا اسمح لي لا لا المهم كريتي العصا ملي كنتي صغير ولا لا شويه ماشي بزاف مي فريمون ماشي بزاف كنت مع البروف ديال العربيه داكشي علاش العربيه مدقدق تماك باسكو جا تماك ضرب قال لك خذ هذه لا ماشي خذ هذه وخذ هذه واحد البروف دغاب في لي بتيت كلاس وعقدني تماك لا فيريتي قال تماك فين ليستوار مع العربيه تماك فين وقفات
صافي تما في السياد ما كنتي كان جا الوليد دار فيه مهم هذا علاش ضربوا علاش هذه هذا ايوا صافي من تماك خبير نقدروا ولا مراد الكره ما جاتش هكاك ولا السبور ما جاش هكاك لانك انت الوليد كان هو رئيس ديال شباب محمديه من يلا محمديه خدت البطوله اكزاكتومون في هذوك لي زاني 79 80 كان في هذيك لا بيريود ولي كان بريزيدون ومع من دات الفريق ديال شباب محمديه دات البطوله في ذاك الوقت افيك الكرون جوور فراس عسيلة إله الرعد اللي في كبرتي في التيران ديال استاد بشير انا كنت نتريني وسي تماك مع لي جون بين لونترينمون وكنت لا المهم جمع الكره جمع الكره لا وبعد مرات كنت نسلت نمشي نتريني مع ليكيب مع لا غوند مع لا غوند ايكيب حتى واحد النهار لقاني الوالد تماك قال لي شنو كيفاش سي با باسكو تو فيس بريزيدون كو تو بيرمي دو باش تجي تريني صافي من بعد جلست شويه ومهم جو سوي دون لو سبور دون الفوت فاجي في لو سبور الحمد لله كنت عزيز علي نقرا بزاف لي باج سبورتيف ديك الساعه فداك الوقت كانوا لي باج فريمون كونسيستونت كان فيهم جوستمون سيكليزم مي لا اون بيتيت بونسي بور طون بابا الله يرحمه دونك بزاف ديال لي ديسيبلين وكنت فريمون تري باسيوني بار دابا الحمد لله وبقيتي دائما في لا باسيون ديالك ولكن واحد الوقيته نسيتي من ما بقيتيش في الفوت نسيتي الجولف لا الو هذه ديال وي الو وحبيبي جي نضربوا شي كويرات هي هذه نيفو اخر هذا سمع ليا لا بارتيكولاريتي ديال هاد الدومين هذا سورتو لو سبور في التلفزيون المغربيه هذاك ما تقدرش tu peux pas prendre واحد غيدير اون سبيسياليزاسيون غيبقى في الفوت دونك تيكونوا لي زيكيب réduite قلال وخاصك تخدم بيان سور خاصك تكون في لو فوت تكون في لو غولف تكون في لا ناتاسيون تكون في الفولي بول تكون في الهاند تو دو ايت معك ان بو مولتي ديسيبلين مي انت مولو بالغولف سي دير انت بيرسونيلمون ابري جي ديكوفير لو غولف جي ديكوفير و جو مي روتروف سي دير تاع ان سيرتان طون تي سانسيرمون تتولي تلاقي راحتك انا اخر مره كنت مشيت لدار السلام في الرباط اي جو مسوي با روتروفي لا تودرتي كانوا غادي دي كليك بيناتهم حيت راسي بوحدي وغادي نقول لك واحد الوقت منين غتبدا فيه بالمعقول غادي تشوف نرجعوا غادي نهضروا على هذه القضيه اوكي في الدخله ما قالش قال يا ود منتينا لا ما كاينش ود منتينا في الجولف لا تبارك الله عليك انا دوزنا احلى الاوقات كي تنقول لك انا في القناه التاليه ملي كنتي كدير البرنامج بلانيت سبور بلانيت فوت بلانيت فوت بلانيت فوت كانت بالليل كانت entre à cheval entre le dimanche et le lundi واحد الوقت ولات le lundi mais بقات دائما entre les deux donc mais علاش كنشوف بحال هذا لو جور ديميسيون دابا في لا تيلي ماروكان ديال صعيب حيت دابا كوم tu le sais دابا كاين مشكل ديال les droits ديال les images ما بقاوش les images c'était une émission basée على les extraits ديال les championnats ou مسائل l'Italie كلشي c'est un tour d'horizon ديال les divers championnats national ou les championnats européens. Et donc, c'était un résumé. Les gens aimaient bien. Ils chauffent un jour, ils ont une récap de Kulchi Léo Kapsimana avec les meilleures actions, les plus beaux buts. Donc, كان برنامج عنده اقبال بزاف والحمد لله دونك دوز واحد الوقت بالنسبه للناس اللي دابا كيتفرجوا فينا وتيقولوا هذا السيد ما عرفتش فين شايفو حيت كاين اللي يقول هذا السيد ما عرفتش فين كنت كنشوفو شوفوا الصور. Le golf est une discipline qui se joue même quand il fait beau. C'est à l'origine ce que l'on disait de cette discipline qui se jouait sous le vent. On a posé une question à Rachid Toussé justement à la question de l'Chita, parce qu'il y a un peu de temps dans l'Chita, dans les conditions. Madame, mademoiselle, monsieur, ravi de vous retrouver à l'occasion de ces résumés consacrés au trophée Hassan II de golf. Le trophée Hassan II de golf qui est bien sûr de retour au Royal Golf de Dar es Salaam. En ce qui concerne le sommaire de ce numéro 2, 2634, dans quelques instants, bien sûr, vos coups de cœur et coups de gueule. في الاداء كانت ناقصه ولكن المهم من هادشي هذا هو النتيجه ماشي 1-0 النتيجه هي 3 نقاط بون كاين بزاف ديال الارشيف اللي ممكن دوزو كلشي الوغ انت اللي فهمت وسي درتي تم المسرح نو كنت كنعزي على المسرح ولكن جو ريفولو تيان والله الا كان نبغي كنت نبغي ندوز المسرح ولكن لا ما كانتش ما جاتش الفرصه وصافي سي تو مي ترشحتي مؤخرا لا هذا هو المسرح هذا المسرح برافو نو افيكتيفمون درت واحد لا تونتاتيف صافي تري لونتون
شحال هذه كنت بغيت شوف هذه بصراحه حتى بغيت نشوف بغيت نشوف نجرب فوار ان بو سكو سا دوني ونقدر نقول لك بان زعما كانت سيتي اون كورت اكسبيريونس ولكن تري انريشيسانت باش نقول لك بان تلاقى مع الناس تلاقى مع الناس وتعرف فريمون لي بروبليم ديال مدينتك انا بون سيتي بلوس اكثر على هذا الشيء هذا على كوت شوز بون تشوف لي فري بروبليم وبعض المرات تقدر تشوف بان تدوز في واحد الطريق انت تعرف محمديه لونطري المحمديه وتتكون باغ اكزومبل واحد لي زوندرو اللي ما تقدرش تخيل كيفاش الناس عايشين ما عمرك تقدر تخيل كما كانش هادشي ديال الانتخابات اللي غتجي توقف والدور في اون اوبليغاسيون باش تنزل والدور وتشوف وتقدر نقول لك بان تقدر زعما يكون عندك مفاجات كبار بزاف على لي كونديسيون فاش عايشين الناس الله يكون في العون الله يكون في العون مي لا كومبان ديالك ما كانتش في اتجاه كانت الجولف للجميع لا 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 ما كرهناش ولكن لا كانت شي اللي مبغيناش اللي مبغيناش قولي ما كاينش قولي ما كاينش الو وي سي فوزي كي داير كومون سافا تو بيان ايه واش غادي نشدو على الطيارات ما خيناش لا 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 ولا مي كل مره مرافق جديده وكا هو بين زمور جديده لا ما بقيتيش وي جو سي كو الله يحسن العوان الخدمه وداك الشيء وي بغيتي يرجع لا فيديراسيون مي هما ما بقاش عاجبو الحال كاين شي ناس تما ما نو تعال ماشي مشكل avec plaisir là عيطوا لك avec plaisir مورا لي ميسيون تبارك الله عليك بسلامه بون نوي بون سواري بسلامه فوزي صاحبنا تبارك الله عليه كيخدم ها كاين فيديراسيون فيديراسيون parmi les fédérations alors انت هاد اليامات كنبدا نتبعك شويه سيغ فيسبوك مابقيتيش كتهضر مابقيتيش كتحط رجليك في الارض انت سدو علينا الطياره انت والسبب لا سي فري كو بون فوالا ديرني فواياج كان مالوغوزمون اون ليتواني جدي بيان مالوغوزمون حيت كانت واحد ميزافونتور مي بون سي سا انا صادق ما قررت باش ندير ان ديبار فولونتير من دوزيام حتى زعما كان عندي كوم اوبجيكتيف باش نحضر الماكسيموم دو مانيفيستاسيون سبورتيف هكذا الكبار اللي مالوغوزمون اترافير لا تيليفزيون ما تقدرش تمشي لهم حيت كاين مشكل ديال الحقوق دونك الا كنتي اون فريلانس وعندك ان سوبور اللي هو عندي انا دونك تقدر دابا تمشي وتحضر لي مانيفيستاسيون كبار بحال لي جوز اولمبيك بحال كوب دي موند فوتسال تيبقى بعداك الوقت ديالك وعندك بزاف ديال لي فاسيليتي باش تكون تاخذ هاد الاكريديتاسيون دونك فين ما كاين اون اوكازيون بيان سور وفيها المغرب جو نو رات با لوكازيون مشيتي للفوتسال وكنتي مرضتي تما وي تماك كوفيد تماك كوفيد وي خايب بزاف تماك تي باش توصل تما يلاه توصل تما وتمرض لا سيتي زعما كنقول لك واحد لا ميزافونتور زعما خايبه من نتمناهاش لواحد شي واحد نتمناش واحد يمشي يسافر لتوانيا يمشي لتوانيا الله يعاونهم ولكن الكوفيد الله يستر وجوستمون ودغي افوار اون بونسي للناس اللي توفوا ليهم العائله ديالهم ولا الناس اللي مرضوا ولا الناس اللي تكرفصوا دونك هاد ليستوار هادي مالوغوزمون مازال ما سالاتش il faut rester encore vigilant انت تشوف دابا شنو واقع دابا عاوتاني دونك واحد يرد البال عزالك تكومونتي دي ماتش دو فوت ولا سي ان اكزيرسيس لو شويه ديفيسيل حيت جو سي بعض المرات الا كان سورتو الا كان واحد الا كان ان كومونتاتور واحد ملي كنشوف برا تلقى جوج اي زيشانج ولكن ملي كتلقى واحد سي كومبليكي انا سانسيرمون نقول لك لا فيريتي اللي كاين صادير تو لي سبور انت تهضر توتالو على الجولف تهضر على هادي وعلى هاديك انا تو لي سبور تيكون معايا ان كونسلتون علاش حيت الكونسلتون هو اللي عنده لا ليجيتيميتي هو صادير تكون ان تكنيسيان ان انترينور ان انسيان جوور هو اللي حنا راه بعد المرات شنو هو لو رول ديالنا حنا غير اون ليزون بين الجمهور والسيد اللي تعرف اللي فريمون عايش فهمتي نو صادير نو الى بغيتي اون انيم افيك بيان سور ان بو دو كونيسونس ولكن لي جون كي سون ليجيتيم واللي يهضروا على الرياضه بنفسها هما لي انفيتي اللي تيكونوا دي تكنيسيان دي انترينور دي انسيان جوور اي لو بوبليك سي لوي كي جوج دونك انت خصك تكون
تكون ان بون فوندور ديميسيون سبورتيف. دونك مراد غنو نديرو ان تشالنج, نقدر نكون انا هو الكونسلتون ماشي مشكل. غادي تكومونتي ليا واحد ماشي ماتش دو فوت, غاتكومونتي ليا الناس غاديين في الزنقه. سير سير واجدين واجد بالعربيه الفرنسويه باش ما كان باش ما بغيتي الكونسلتون تاوا غيجاوب تاوا. تفضل فين عندي الغوتو هنا ولا ليه هنا هنا يلا شوفوا لا فيديو. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en compagnie de notre consultant Imad Qutbi. Imad, bonjour. Bonjour, Assidi. Donc, rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. On remarque que l'entraîneur a décidé d'aligner deux joueuses protégées. Bien sûr, on les a vues avec leur parapluie. Par contre, ces deux-là, je ne pense pas, elles sont côte à côte. Il y a un marquage très serré. C'est le problème qui est dans le bouton maghrébien. Dites-y. إيه من مثل شطرش رأي أستاذ أستاذ إلا ما شطرش رأي ديالي إيش كتجيبي تفضل. بقى المقابلة مقابلة شيقة كيف أنت تلاحظ كل شيء اللعبة داخلين بحداء حداء قوي واللي مزيان كنشوفهم قاطعين في الطريق وما بقاوش الباساج. هذه ماشي هذه خطة ديال دياغونال. دياغونال تيمشيو جنب وشوية تيعاودوا يدوروا باش وي هنا. أستاذ كنتي عشتي بحال هاد اللحظة هذه فين كنتي الوسط هكذا؟ إيه كنت الوسط. داكشي علاش تلعب ستة ولي داكشي علاش تسبب لي في الفرح مع المدام اللي كنت الوسط. داكشي اللي بغيت نفكرك فيه. دونك هنا هاد اللعبة لو بتي شابون روج دازت بسبيبات ديال أحمر, هي نورمالمون تكون كلها حمراء ولكن هنا دازت. صافا دونك لا لا كاين كاين باقي الفانس اللي كاين باقي الفانس. شو لاكشواليتي يوم الخميس على الساعة 9 بقاعة الأفراح بمدينة لا هذه فكرتيني بسينما الخميس. كتسمع علي حسن. السلام عليكم احتراماتي ولكن كتسمع ذاك الفيلم الذي حصل على أوسكار 1975 باتمان الرجل الوطواط. كبرنا مع الرجل الوطواط. شو الاكتواليتي عندك؟ ان سيت انترنت ديال السبور aujourd'hui. وي ان سيت سبيسياليزي اون انفورماسيون سبورتيف msport.ma. دونك جي لانسي جوست ابري من بعد لو ديبار من دوزيام غادي بشويه بشويه ماشي سي با سي با تري بوسيف ولكن خاص الوقت خاص الوقت بور سانستالي. الا بغيتي دير خدمه مقاده الا ما بغيتيش تمشي داكشي اللي ساهل راه كلشي تيدير ولكن الا بغيتي دير دو لانفورماسيون كريديبل و سيرتيفي خاصك تاخذ الوقت ديالك ما سهلاش ولكن سي سبا ايفيدون لان كاين صدير الويب اليوم فيه بزاف ديال المنافسه. لا فيه باش انت ديماركا ولو سوبور ديالك يكون سي با ايفيدون ما سهلش ولكن بشويه بشويه كاين واحد لا بتيت ايكيب الحمد لله وغادي ندق دقه. بون كنشوفوا هاد الصوره يمكن كنظن سوغ راديو دوزيام كنظن هادي اكزاكتومون راديو دوزيام ليميسيون سبورتيسيمو ولكن كان عندك ان باساج قصير في راديو مارس في المورنينغ ديال راديو مارس. الوغ لو مورنينغ ديال راديو مارس في ان ديبي كنت كرونيكور كونسلتون. Donc, on était là pendant toute l'émission. Ou l'année dernière, donc, tu as tenté le forçat pour animer le morning, Mars Attack. Donc, من بعد فيصل تدلاوي. Exercice difficile, tada, parce que sincèrement, عاوتاني chapeau. شابو ليكم كاملين اللي تديروا تديروا هاد لا ترونش نتا كل صباح ماشي ما ساهلاش. 5 ونص الصباح خصك توجد خصك هذا ماك ما ساهلاش ولكن كانت واحد ليكزيرسيس تري انتريسون. والسؤال ديالي كان علاش لا ديوري كانت قصيره ديال الباساج؟ لا ديوري ديالي في الباساج كو ميم من ديسمبر لجويي بقيت كو ميم حتى لا تريف ومن بعد صافي زعما انا فهمت بان عييتي بور لا رونكوندكسيون ولا شي حاجه. سي ان بو سا اوسي دونك اي فو ان بو عاوتاني واحد الوقت ومنين تاخذ لونغاجمون مع الناس تي اون فريلانس وتاخذ معاهم لونغاجمون بان غتنشط واحد البرنامج ومن بعد خصك تمشي بحال دابا هذا العام هذا كانت القضيه ديال ليتواني كانت خصني نمشي لكوب اراب كنت غنمشي نحضر في لا فورمول 1 نحضر ليها كان عندي دي كونغري حيت انا في لاي بي اس في لاسوسياسيون انترناسيونال لا بريس سبورتيف دونك عندي دي ديبلاسمون ما تقدرش تاخذ لونغاجمون مع الناس وتقول لهم من بعد سمحوا لي غادي نمشي 10 ايام غنمشي 12 يوم دونك
تنبغي نحترم لي زونغاجمون. دونك درتي بزاف ديال الحوايج مراد، لان سي ميم بار لا فيدراسيون رويال ماروكان ديال الكره نهضروا على هادشي كامل، وغندير لك واحد كيسيون بوغ ان شامبيون لانك انت شامبيون. لا من بعد الفاصل بقاو معنا. مرحبا بكم معنا من جديد في توك مي تونايت على قناتكم الفضائية شانل تي في مع مراد متوكل. ايمان مرحبا دي جي حكم، شكرا بزاف صحة المكانة. الله يحفظك لي كادو شفتك حضرت لها اليوم تاجاتك ياك. اسمح لي جيتي دخاويين والله الا كون عرفتك تجمع شكرا عطاتي عليا حسيت خدام مع الناس ما قلت والو. انا ما قلت والو. قول مروه برافو. علاش خصك تخدم معكم في الغوكوفرمون؟ لا تتعاطقش. انا غنسالي. الو ساليتي؟ لا الو عندك لونتر؟ لا انا با بري لونتر ابري التورن. والو جوسكا جوسكا كوا جوسكا 10 دو سوار. برافو مروه. برافو برافو ليكيب كامله. ليكيب كامله بيان سور. حيت دابا مروه عندها واحد السيده مسؤوله عليها حتى هي. اكثر من دابا مروه تبارك الله عليك ستي. ميرسي. راه هضرنا على بزاف د الحوايج اللي درتي قبل ما نهضر لك على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. خدمتي في البنكه تو ديبي و جوست ابري لا فان ميز ايتود. بديت صغير دونك في لا بانك على ليبوك. كنت vraiment le plus jeune parce que j'ai commencé là j'étais à la compensation انا اللي كنت صدر اللي كنت entre la banque du Maroc entre la banque فاش خدام و la banque du Maroc صدر حسابات كلهم ديال لي اجانس يتجمعوا و تتمشي لو لوندومان تتحاسب مع la banque du Maroc وما خاش الفرانك يكون ناقص ماشي خلصوا من جيبك اكو غير كان تخلصوا من جيبك باسكو هاد parfois des erreurs de calcul تبقى داك 1 سنتيم ان سنتيم تقدر تبقى عليه حتى اش غادي نقول لك حتى 3 اور وانت تتقلب فين كاينه ليغور باسكو فريمون سي تري ميتيكولو ما خصك تقدر تقول بعد مرات انا غنزيد من جيبي وغير نمشي مي ما كاينش خصو يعرفوا فين كاين. اون اكسبيريونس اون اكسبيريونس انريشيسانت عاوتاني سور لو بلان هومان ولكن سيتي با مون بروفيل زعما كنت لا اوسي مو اوسي جو سافي سكو جو ولي فير. كنت باغي نخدم في لو سبور نخدم في الرياضه في لو سبور دابا نخدم في لو سبور عاد ممكن السؤال اللي خصني نطرح لك مورا شنو الحاجه اللي مازال ما درتيش ماشي شنو الحوايج اللي درتي. وا شوف دون لا في شحال ديال الحوايج زعما لا في قصيره باش فريمون داكشي كلشي اللي تبغي دير الا درتي الا حققتي غير لو اش غادي نقول لك لو ان ديزيام دو تي ريف. الحمد لله هذا هو اللي كاين. دونك بعد المرات تبغي توصل ديريكتومون للمسائل اللي دابا تديرها ولكن ما تتكونش الطريق مقاده كيف بغيتي. كيف بغيتي تدير هنا وتتصبر وتزيد هنا عاوتاني تتصبر حتى تلقى فريمون لو شومان ديالك. 6 شهور مع الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم. وي ديرنييرمون وي جوست من بعد هذيك اونتر انترفال اونتر مي كنت كرونيكور في راديو مارس اي لا بريزونطاسيون ديميسيون افيكتيفمون درت واحد 6 شهور en tant qu'attaché de presse de l'équipe nationale, l'équipe première, mais à l'arrivée de Wahid Ali Lozic. Donc, 6 mois, là aussi, c'était une drasse, hein, donc... Qu'est-ce que tu dis, Wahid? Je vais dire, un grand monsieur, bonjour, insane, Mourad, vraiment... Mourad, travail dit journaliste. Là, Mourad, c'est un monsieur qui a le Maghreb, c'est tu vois, j'ai le Maghreb, c'est vrai, la relation avec la presse, avec la presse, avec la presse, mais je peux vous assurer que ce qui est là, ce n'est pas un mortazir. Il a eu le résultat avec la relation avec le Maghreb. Il a eu un peu de difficultés au début, mais c'est un monsieur qui est vraiment très sincère. و حتى هو مدوز ما مدوش القليله باسكو دازت عليه الحرب داز عليه بزاف المسائل في بلادو وجا باش يحقق شي نتيجه هنا مع الفريق الوطني المغربي راه غادي في الطريق الصحيحه بلوز او موان كاين كاليفيكاسيون لا كان ان شاء الله دونك بيان سور بارتيسيباسيون للمونديال ان شاء الله غنشوفوا ان شاء الله جدي ان شاء الله ان شاء الله الا كانت ولكن سي موا علاش حبستي مع لا فيديراسيون سي موا الميتي ديال لاتاشي دو بريس دابا كاين ميتي دو جورناليست وميتي داتاشي دو بريس كاين دي كلوب دابا دو فوت يجيبوا ان انسيان جورناليست و تيحطوه في اون طون كاتاشي دو بريس بور فاسيليتي هذاك المسائل مع لي جورناليست لو رابور مع لي جورناليست بالنسبه للاصدقاء ديالي اون فيت سي لا فيديراسيون ماشي لا ميزون.
هذه ماشي مشكل. لا انا ملي خدمت مع بايدن انا كنت مع بايدن والو قال لي شوف الله يخليك جيب معك عماد. قلت لي لا عنده عماد الشو ما يقدرش يجي. ومازال غادي نهضروا على هذا الشيء ديال الزيتازوني. كمل لي دونك مشيتي لان دونك صافي واحد الوقت عاوتاني لا جو مسيو سونتي ان بو ان بو زعما ماشي با دون مون اليمون ولكن فير اوتر شوز بوتيتر بلو فيت. Mais ça demande du temps, donc c'est pas le même rythme, pas le même rythme. Aoutani, c'est une institution, la fédération Zamek Moussessa. Tadjin Tam avec une mentalité, Zamek, tu veux. Tu, parfois, tu veux aller plus vite que la musique. Ou la Kin, quand on dit Wahid Mesaïl d'ordre familial, quand tu vas chez le Canada, ou Aoutani, la même chose, donc l'engagement. Donc j'ai 6 mois la fédération j'ai déposé ma démission عندي des obligations familiales. Mourad ma عرفتيش déposer la démission تي جي فهيد l'émission عندي هنا لان انا واحد النهار اتصلت بيك وقلت لك خصنا فهيد يجي l'émission لان كنت كنتي لاتاشي دو بريس وقلت لي بيان سور وهضرتي معاه ورديتي عليا قلتي لي قالك غير سالي هاد لي ماتش الاولين بما ما بقاش المشاكل مع الجمهور وسميتو الوغ باش تكون معاك باش ورجع دابا باش جبنا فهيد لا هي la vérité c'est ça dire quand l'équipe nationale j'ai des demandes donc ou les demandes كلهم كانوا répertorié شكون اللي عيط الاول شكون اللي عيط الثاني شكون اللي عيط الثالث وبقات غاده هذاك الوضع وكانت غاده في هذا الطريق هذه malheureusement دابا كاين les échéances تعرف ملي تكون les échéances خاص les matchs خاص plus ou moins ça dire c'est bien pour un entraîneur il gère une émission بحال ديالك باش الناس يعرفوا لوتر فيزاج باسكو تتشوف تتعرفوا تيهضر لك على الكره يهضر لك على الخطه يهضر لك على هذا ولكن ملي يجي لك من ايميسيون بحال ديالك سا بيرمي قلنا ما بريمير كوبين تي على لاج دو سيزون اجي صافي شتي داك لا مانيير دو بارلي ديالو وهو نيت سا كوربولونس ولا سون فيزيك rien à voir avec le monsieur en lui-même زعما sincèrement واحد الشهر تعرفت معاه وداك الشيء معاك بوكو ديستيم كيف ما غتكون لا فان ديال القصه مع الفريق الوطني المغربي واش ابخي ولا هذا اون توكا زعماك خلى البصمه ديالو في ليكيب ناسيونال. عندك واحد المشكله مراد سي كو بعض المرات الناس كيغلطوا فيك وهاد شفنا التصويره ديالك في نيويورك مي في نيويورك كنتي في الزنقه ولا جو سي با فين واش تايم سكوير ولا شي حاجه حدا دوك اللي كيرسموا ياك سي سا وجا عندك شي حد قال لك واش انت اللي عندك شي محل ديال التلفزيونات في بورغون والله الا بصح والله الا بصح هذه سي فري كنت مشيت نيويورك المره مشيت ليزيتازوني المره الاولى دونك بزز ومشيت ونيويورك خلعتني لا فيل ما نكذبش الكذوب على الله حرام وتنشوف من لوطيل تنشوف البلاد عرفتي تنشوف بزاف بنادم بحال ما طرات لي اون اوتر ميزافونتور ماشي ميزافونتور واحد النهار بون ماشي واحد النهار لو لوندومان قلت ما سباب كاع مشيت وغلطت نيويورك مقاده مصوبه بيان كادغيي في ساعه صافي نزلت معطل وين نزلت معطل بالليل لقيت واحد الناس باكين واحد سيتي يصبغ بلي طابلو هذا وجوج ديال الناس واحد المراه واحد راجل تيتفرجوا فيه انت تتفرج انا زعيني تنشوفهم ما تيشوفوش في السيد تيشوفوا فيا انا صافا سالا هذاك السيد وما يجيو عندي بجوج السيده والسيد جاو عندي ويقولوا لي اخ مغربي قلت لهم ايه ويقول لها شتي اش قلت لك هو وانا فرحت ديك الساعه قلت او معروف ميريكان هذاك الشيء راه صافي لو توب قال لي راه قلت لك وقلت علاش ما كون قال لي راه مخاطرين على الغداء وهادي وتنقول لها راه هو ما هو قلت لها صافي راه انا وربحتي قال لي تنقول لها راه هو اللي عنده داك المحل ديال التلفازات في بورغون واللي تيبيعوا شي وما قلتهاش ليه دابا لو بلو درول دون ليستوار سي كو خليته بون ربح لو باري ديالو عرف بان مغربي ما قلتش ليه بان لا راه انا في لا تيليفزيون وداكشي خليته وتخيل معايا هاد القضيه كتبقى كمل ونكمل لك وجات لا فان لاني وكنت نعاودوا لي زانيكدوت ديالنا كل واحد يعاون ديك لا سواري ديال دوزام دازت عليها سيمانه لا سواري لا ديفيزيون لا سواري انا مشيت كونجي جات السيده ستاندار قالت لي راه واحد السيد راه سيمانه وتعيط راه والو قال لك بغيت يتصل بك قلت ما بك بيزير شكون هو قالت لي انا عيطوا لي السلام عليكم وعليكم السلام قال لي شوف الى بعدا كان واحد القضيه سمح لي بزاف قلت لي علاش قال لي عرفتيني انا شكون قلت لي لا قال لي انا راه تلاقيت معايا في امريكان
وبلاص من نقول لك السيد اللي خدام في التلفازه قلت لك السيد اللي تبيع التلفازه قلت لي انا كرهت نبيع التلفازه بحال بحال قول لي نبيع التلفازه قلت التلفازه بحال بحال وقعت لي نفس الحاجه اي سي فري يمكن في المدينه ديال نيويورك يمكن الناس كيغلطوا ها وجا عندي واحد السيد كيجري وقال لي تبارك الله على الفنان ديالنا بهاد الجمله هذه درتها قلت يمكن تفرش البرنامج ولا شي حاجه هذا واش يمكن صوره هذا صورت انا وياه ويقول لي تبارك الله اخويا سعيد الله يحفظك فشلت انا فشلت عماد واش ماشي سعيد قال لي كتغني لا تتوقع هذه على ذكر هذا الشيء ديال الغناء وداك الشيء مره اخرى عاوتاني كنت في واحد الريستورون بون تعرف مع شي ناس نتصوروا وداك الشيء وخرجت للزنقه ويجي واحد السيد قال لي عافاك نتصور قلت له مرحبا الله يودي قلت له افيك بليزير وعنقني تعنقني ومشى لاخر غي باش يصور ويتلفت عندي قال لي عندي الاغاني ديال كلهم الله يحمل والديك اش نقول لك جدي اخويا مرحبا بك عندنا في ليميسيون بارك الله فيك عماد ميرسي بوكو انا غادي نبريفين داك لاحظتي المهم المونسيت هو اللي كيدير شوفور دو سان لا شفتك لا سيرفيس هذا ما كنت شفت انا قبل عندنا وصافي ماشي مشكل مرحبا نمشيو نديرو تي جو زيد كيستيون بوغ ان شامبيون غادي نعطيك واحد 8 ديال الاسئله ولكن ما عندكش اختيار عندك 8 ديال الاجوبه في هذا الطابلو هذا اللي غادي نمشيو ليه وراه زيد الاسئله الاخرى يلا بسم الله مشينا انا ندير شوفور دو سان اجيب غادي نمشيو للكيسيون فور ان شامبيون ولا سؤال لبطل لانك انت بطل شكرا بارك الله فيك غادي نعطيك 8 ديال الاسئله وعندك 8 ديال الاجوبه بغي الاجوبه فيما تشوف شي جواب اللي يكوريسبون للسؤال غتحيد الورقه داكو. صافي عندنا الجواب الاول فيه نفكر الجواب الثاني فيه درتها وندمت الثالث فيه مره الرابع فيه ماشي ستيل ديالي الخامس فيه ما كرهتش السادس جامي درتها سبعة لا ما نقدرش وثمانية جربت وما استقعتش والسؤال الأول سيد واش عمرك فكرتي تحبس الصحافة في الكارير ديالك ألوغ فينا هي جامي درتها ما كرهتش ماشي ستي ديالي مرة درتها وندمت نفكر شنو هادي لا لا ما نقدرش ما نقدرش جربت وما استقعتش لا ما نقدرش لا ما تقدرش واخا ما يقدرش دونك ما يقدرش مزيان سؤال ثاني واش عمرك تخلصتي مزيان باش تهضر على شي واحد مزيان في البرامج ديالك خصنا مازال شي واحد اخر خصك تفكر درتها وندمت مره ماشي السيل ديالي ما كرهتش جامي درتها جربت وما استقعتش لا جامي درتها جامي درتها حميد اصحابي غادير ماشي السيل ديالي ولكن جامي درتها كتحاول تغديرها مره ماشي مشكل غنمشيو السؤال خليت حاجه اخرى نمشيو السؤال الثالث واش عمرك ندمتي على شي روبورتاج درتيه في الكارير ديالك درتي روبورتاج وي ما كاينش tu peux ne pas être satisfait لا ندمتي ماشي ساتيسفي من الخدمه الغضبه لا درتي مع شي حد وندمتي من بعد ولا كنتي ما كانش خصك دير كاع هذا الموضوع نو درتها وندمت شي ديالي مره شلتينا ثاني نفكر درتها وندمت مره ماشي السيل ديالي ما كرهتش جربت وما استقعتش ما بقى ما خليتي والو بالحقيقه انت اللي حيدتي هذوك اشنو بحال بقى ملي شحال بقى ديال الكيسيون باقيين خمسه الا حيت شي حاجه تقول لي حاصل ما غنش مع هذه بون سون كونفيكسيون مره غنديرها ولكن واخ كاين بس عقل عليها مره نقدر نستعملها من بعد لا صافي صافي شوفوا كان واش نهار عمرك تعرضتي لتهديد باش ما تهضرش على شي واحد تبقى تهضر عليا الشريف غادي نخرجوا لعيب ما خليتيش هذا والو لا تقدر تكون ما كرهتيش الا تعرضت لتهديد ولكن ما عمرك ما ماشي السيل ديالي ولا تقدر تقول بلاتي نفكر واخا هذه جامي هذه وهي فكر ما نسيتي يمكن تقدر تكون وما فكر جوسيب عندك جوليدات الله يخليهم ليك بارك الله فيك ميرسي بوكو واش عمرك خنتي مرتك دابا اش خليتيني انا عطيني دابا
اه ما كرهتش درتها وندمت ماشي السيل ديالي ماشي جربته ما صدقاتش ماشي السيل ديالك بيان وصفقوا على هذه ماشي السيل ديالك زوين جربته ما صدقاتش يلا عندك واحد السؤال يمكن غادي تخدم لك فيه هذا يمكن انا تنقول يمكن كنتي بغيتي كنتي بغيتي دير واحد الكارير ولا ما واش عمرك فكرتي تبدا تغني من بعد ما غنيتي في مسرح محمد الخامس لا لا هو هذاك سيتي اوكازيونيل تقدر تكون جربتي وما صدقاتش درتها وندمت جربت وما صدقاتش جربتي وما صدقاتش ما صدقاتش ما صدقاتش الو بقاو لينا درتها وندمت لا لا اه ما كرهتش لا لا باكيش جوكي ولا هادشي اللي كاين واش سبق لك بكيتي مع شي فرقه وانت كتعلق الماتش وي فينيز بكيتي وندمتي لا يا بكينا انا بكيت كي بيسمع عليك بديما في 2004 مع الجزائر اه وي 3-1 وي مع الزاكي وبا مخليتيش ليا بزاف لو شوار كان هادي ما كرهتيش خاص السؤال الاخر علي عمان وهذا السؤال الاخر اولى لا نولا لا ما حشمت منك زي ما تصاحبي ما صافي لا حشمتي حيدا نقول لا كنشوف كيفاش كنشوف كيفاش دير شي حاجه نايضه فوالا غير شوف غطي لا كيسيون كنعرفوا بان لي زانيماتور اللي تيبانوا في التلفازه بحالكم تكون واحد شويه ديال السوكسي غادي في الزنقه كيسلموا عليك الناس تبارك عليك خويا مراد ايه تيصيفطوا لك الميساجات في لي ريزو سوسيو بعض المرات وي بيان سور انستغرام انت وليتي اكتيف في انستغرام واش عمر شي بنت طلبات منك النمرة ديالك سيغ انستغرام وعطيتيها لها وا دونك نمرة سا بو راسي وي بروفيسيونيل بيان سور بيان سور وي بوكوا با وندمتي من لا بروفيسيون تقدر دير دارها تري بيان سبارا مراد متفكر ميرسي بوكو مراد اللي كان معنا اليوم في هذه الحلقه ديال كود بي تونايت شكرا بزاف ميرسي ميرسي مراد والجمهور اللي كيتفرج فيك اليوم ميرسي بوكو ميرسي ليك ميرسي بوكو ميرسي او بوبليك ميرسي ا لاسيستانس كل شيء تري سامبا سي تري سامبا جو تو سويت انكور اون فوا جو سي راه عرفتك ما توقفش هنا لا احنا مازال باقي مازال مازال غادي تبقى المفاجاه ميرسي بوكو مراد متوكل اللي كان معنا ميرسي قرانا خرج عليكم نتمنى هذه الحلقه نالت الاعجاب ديالكم ما تنساوش دائما تلقاو سبجي على قناتنا الفضائيه شادي تي في السلام عليكم